على امتداد خرائط البلدان وفي طبقات الجو وأعالي البحار. تمر الأيام وتتعاقب الأجيال، وتختلف الوقائع باختلاف مسرح الحدث، ووحده التاريخ لا يتوقف. يصل الماضي بالحاضر، وباستعراض شريط الذاكرة يستمر. الماضي المستمر مع عبد العظيم. في مثل هذا اليوم من عام 1858 أصبحت الهند رسمياً مستعمرة تابعة للتاج البريطاني. بخلاف ما سبق، وفي هذا اليوم من عام 1940 شهدت لندن نكسة تمثلت بهزيمة بريطانيا أمام الألمان في الحرب العالمية الثانية. وفي هذا اليوم من عام 1956 بدأت فرنسا والمملكة المتحدة قصفهما على مصر لإرغامها على فتح قناة السويس خلال العدوان الثلاثي. وفي هذا اليوم من عام 1962 صدر أول دستور في تاريخ اليمن الحديث، وانتخب عبد الله السلال رئيساً للجمهورية. وفي هذا اليوم من عام 2003 تخلى رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد عن منصبه بعد 22 عاماً في الحكم.